مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. لا كارافان دو ليبارني بي تي كا تعلم صغارنا قيمة الادخار وتربحهم ديليفري ديبارني بقيمة 100 دينار. بي تي كا لا بنك دو فوز امبيسيون. هذه هي لا كارافان دو ليبارني بي تي كا في عامها الرابع ومازالت متواصلة حتى ال 25 اكتوبر. نزوروا المدارس ونوعيوا الصغيرات على خاطر من الصغرى لازم يتربوا على أهمية الادخار بفضل برنامج بي تي كا. كل مرة كما قلت لكم نمشيوا للايكول وغادي كنعملوا اون بيتيت كومبيتيسيون ونربحوا ال 100 دينار في دفتر الادخار اللي باش يجاوب معنا بصحيح. وين موجود زعما زميلنا اسماعيل؟ صباح النور. مرحبا اسماعيل. صباح النور يا جيهان وصباح النور بكل مستمعي مزيكا فام. احنا موجودين اليوم في نابل بالتحديد. الصغيرات هما باش يقولوا احنا وين موجودين. احنا موجودين اليوم في ليكول ولا هاكم سمعتوهم ناشدين على الصباح تخي تخي بيان في ايكول ايديال نابل بمناسبة المبادرة الممتازة متاع البي تي كا اللي خمت في صغارنا لا كارافان دو ليبارني قافلة الادخار في عامها رابع سنة. وقافلة الادخار باش تكون موجودة زادا بعد في ايكول ليليت بي غران بيليا واللي انطلقت نهار الاثنين 14 اكتوبر وباش تتواصل حتى لنهار 25 اكتوبر وين باش نزوروا مختلف المدارس في الجمهورية من اجل التوعية والتحسيس بأهمية الادخار بفضل برنامج البي تي كا البيداغوجي للادخار. على خاطر كيف ما نعرفوا مستقبلنا ومستقبل أولادنا يتبني ويترسم من صغره وخاصة بالادخار. هذاك علاش أهمية الادخار وقيمته وكيفية توظيفه زادة علاش ندخلوا هذا الكل باش يتعلموه التلامذة متاع المدارس اللي باش نزوروهم باللي فورماسيون متاعنا. وأقوى من هكا قافلة الادخار متاع البي تي كا باش تكون حاضرة بالربح والكادوات يوميا. باش نكونوا حاضرين في زوز مدارس وباش نربحوا زوز تلامذة كل واحد منهم دفتر ادخار قيمة 100 دينار وبرشة كدوات أخرين. القرعة اليوم يا جيهان عطتنا زوز متبارين. خلي نسلموا اليوم. نسلموا على مرام. عسلمة يا مرام. مرام. شحوالك يا مرام؟ تمام. في فورمة؟ أي. باهي مرام. اليوم يلعب ضدك أيوب. خلي يقولوا عسلمة أيوب. عسلم. شحوالك أيوب؟ لبيت. في فورمة؟ أي. باهي. جيهان دونك انا كالعاده تويكا باش نولي الحكم دونك ساهل برشا. احنا تويكا كيف ما قلت لكم تتجين هي باش تسالكم سؤال واللي يجاوب ليني معناتها اسرع واحد فيكم يجاوب هو اللي باش يربح. دونك تويكا ركزوا مليح مع السؤال نتاع تتجين هي باش تساله لكم ولوليني اللي عنده الاجابه يقول لي عليه. اي جيهان عندك؟ اوكي. ايا مرام وايوب وصحابهم يسالش نجموا يعاونوهم هكا يوشوش لك بشويه كان يعرف الاجابه الصحيحه. سؤالنا يقول انت تاخذ من عند باباتك مصروف الجمعه 10,000 تصرف 5,000 وتخبي 5,000 قداش تلم في الشهر؟ 7,500 10 15,000 ولا 20 دينار؟ مع العلم انه شهر في اربع جمعات. نعاود المرام وايوب. ايوب ايوب سي بون ايوب طلعها بشوية يوب. قلت تجهين ترى قديش ناخو مصروفي في الشهر 20 دينار. برافو برافو يا أيوب. برافو لأيوب. برافو لا قاري دروسه بالكدي بالكدي أيوب ما شاء الله عليه. وفرحوا بيه زاد الكلاس على الاخر فرحوا بيه. انا ما سمعتش التصفيق راهو من الكلاس. وين وين تجا أيوب؟ مع بعضنا باش نقولوا برافو أيوب. برافو ما شاء الله سي بيان. ولا محلاها الفرحه نتاع الصغيرات ومحلاها ايوب زيدا اللي ربح دفتر ادخار بقيمه 100 دينار. اليوم جايين معناش ربح واحد معنا زوز ربحين هاليوم من جديد ايوب. اما الفائز الثاني باش تختاروا انت يا جيهان. هذاك علاش باش تعطيني عدد من واحد حتى ل 22 الا ال 15 من واحد حتى ل 22 الا ال 15 2 نمرو 2 اسلام زريات. وين اسلام؟ اسلام ربحت زيدا. يقولوا برافو اسلام. برافو 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 اسلام مبروك عليها. فوالا اسلام هي الثانيه اللي ربحت زاده دفتر ادخار بقيمه 100 دينار. نقولوا مبروك من جديد للفائزين الزوز نتاعنا اللي هما ايوب واسلام اللي ربحوا كل واحد فيهم دفتر ادخار بقيمه 100 دينار. جيهان كيف ما تعرف لا كارافان دو ليبارني كيف ما قلت انطلقت نهار الاثنين 14 اكتوبر وباش تتواصل حتى لنهار 25 اكتوبر. نهار الاثنين باش نكونوا موجودين في سوسه في ايكول الصديق سوسه. موعدنا باش يكون في ايكول ديكورلي في خزيمه سوسه. انا ما بقالي نقول لكم ان شاء الله ديما يا ربي فرحانين مع البي تي كا. اكزاكتومون يعطيك الصحه ومبروكين مره اخرى عليهم الكارني ديبارن من اهداء بي تي كا.